بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة الأسيان. يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء. وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية وتهيئ للظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد حققت دول المجموعتين إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية، حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا المجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نمى اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3% ونمى اقتصاد دول الأسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معا نحو اقتصاد أكثر ازدهارا. إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطورا ونموا، حيث بلغ حجم التجارة مع دول الأسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليج العربي عالميا بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار. وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول الأسيان 9% من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول الأسيان ما نسبتها 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون. وخلال 20 عام الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول الأسيان ما نسبتها 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة لدول الأسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار. وشكلت استثمار دول الأسيان في مجلس التعاون الخليجي ما نسبتها 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار. وفي ظل ما تمتلك دول مجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات. وإننا نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا. وفي هذا الصدد فإننا نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح مملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأسيان لمدة عام 2024-2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً. إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمناً موثوقاً للطاقة من مختلف مصادرها، وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في مجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم. وفي الختام نجدد ترحيبنا بكم، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه خير لشعوبنا وازدهار لدولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.